بين أروقة مفتشية آثار وتراث ذي قار، يعود التاريخ الرافديني العريق ليتجسد بنماذج تبدعها أنامل شباب تطوعوا للتدرب والعمل في ورشة المفتشية، الغاية منها إعادة أحياء الإرث التاريخي المجيد لهذا البلد، فترى نماذج لملوك سومر وبابل وآشور ومجسمات لشواخص عظيمة شيدها سكان وادي رافدين على مدى فترات زمنية متتالية. تهدف هذه الورشة إلى تدريب وتطوير الشباب على مختلف الحرف الصناعية المختلفة التي يقوم بها الشباب لحماية الموروث الثقافي والحضاري لحضارة وادي الرافدين. كذلك تهتم هذه الورشة بالبازارات والمعارض المختلفة لإظهار صورة حضارة وادي الرافدين بالوجه الأفضل. جينا هنا بالورشة مفتشية آثار وتراث ذي قار حتى نجسد حضارتنا القديمة، حضارة بلاد سومر، حضارة بلاد رافدين. عندنا هنا عشرات من القوالب اللي موجودة حتى نجسد حضارتنا القديمة، مثل عندنا ملك كوديا، عندنا الملكة سيدة الحضر، عندنا الملكة شبعاد. باشرت إنه بالعمل وتقريبا صرنا 4 أشهر احنا نشتغل هنا كمتطوعين، والمواد يعني عرفنا انه شلون نخبطها النسب مالتها، فبدينا انه انتاج القوالب وبعدين المصغرات. بدأت هذه الورشة بصنع النماذج من مواد الحجر والجبس والبورق وغيرها، إلا انها شهدت مؤخرا ادخال مادة الشمع، اذ تصنع غدير النماذج الأثرية كشموع تزين بيوتنا وتعرفنا على حضارتنا العريقة. حبيت أجمع بين موهبتي بصناعة الشمع وبين آثار العراق، صناعة القطع الأثرية مثلا الخارطة والثور المجنح والزقورة والقيثارة. صناعة الشمع بطرق تراثية جميلة، سرجون الأكادي، الأمير غوديو، أورنمو، زقورة أور، البؤاب الأميرة، قطع جدا مهمة. بدينا من الصفر بإنتاج هذه القطع من قوالب مادة السيليكون، وبعدين ننتج من هذه القطع مصغرات آثارية. تستغرق هذه القطعة ما يقارب اليوم 20 قطعة أثرية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء جبار، الناصرية.